استاذنا الشيخ المحترم استاذ الله الفاضل، يبارك لك، الله يبارك لك يا استاذ جمال، اتفضل. ربنا يديك طول العمر ويخليك لينا. والله انا بحبك لله في الله. احبك الله الذي احببتنا من اجلي يا رب، الله يبارك لك. ربنا يحرسك يا رب ويخلي لك اولادك. الله يحفظك، الله يحفظك، اتفضل. انا عمري 58 سنه. تمام. وقعدت مدمن مخدرات اكتر من 40 سنه. لا اله الا الله. تمام. وحصل الظروف ان ربنا كرمني وبطلت المخدرات. ما شاء الله، ربنا يكرمك. وبصلي وعارف بيت الله وعارف كتاب الله. تمام. بس دلوقتي انا بقيت مدمن سجاير، بحلق 3000 سجاير، بحلق سجاير ب 100 جنيه اليوم. يا الدرجه دي؟ اه والله يا شيخ. وعندي بنتين في الجامعه انا طلعت بيهم من الدنيا. تمام يا استاذ جمال. فانا بطلب من ربنا ان انا ابطل السجاير. مش عارف يا دكتور، مش عارف والله. يا استاذ جمال، ده انت بطل، ده انت ربنا نصرك على المخدرات اللي هي الحالات اللي هي بنقول عليها يعني ميؤوس قوي منها، الطريق ده اللي بيروحه قليل قوي اللي بيرجع منه تاني، فتنتصر على المخدرات وتضعف قدام السيجاره. والله يا دكتور، والله طيب. والله يا شيخ ما عارف. لا ان شاء الله. بطل لنا المخدرات ايه سبب مرض بطلان المخدرات؟ تمام. قول لسيادتك. اه معاك، سامعك. انا اتقبض عليا في قضيه. اه. وكنت في النيابه. وكانت بنتي محاميه في المجمع. لا اله الا الله. وانا كنت مخبي عنهم، وانا مش كنتش عاوز اعرفهم ان انا مقبوض عليا. بنتي شافتني في القاعه. شافتني في القاعه وانا مقبوض عليا. لا حول ولا قوة الا بالله. قدام القاضي جالها زهور، القاضي افرج عني بسبب الزهور اللي جالها في المحكمة. لا حول ولا قوة الا بالله. قسما بالله من ساعتها بطلت. قعدت بين ربنا كده ودعيت ان ربنا يتوب عليا بعد 40 سنة. ضيعت ورث يا دكتور يا شيخ، ضيعت ورث. قبضت 1,000,000 جنيه من ابويا. لا ده ضيعتهم على المخدرات. قسما بالله انا تايه دلوقتي يا دكتور، تايه يا سعاده الشيخ. مش عارف اعمل ايه. انا بطلت بس السجاير حرقت سني. هجاوبك يا جمال، هجاوبك. عارف انت ما ضيعتش ومش هتضيع، بس انا محتاج ان انا اقول لك حاجه مهمه جدا. اللي قدر يخرج من صلبه بنت محامية بيفتخر بيها وقدرت توصل للدرجة دي، ده ما ضاعش. اللي قدر يرجع من طريق المخدرات، وخليني أكلمك بالراحة، سيبك من اللي بتسمعه من الناس هيقولوا لك إيه، اسمع إن كل ابن آدم خطاء، وده كلام حضرة النبي، وخير الخطائين التوابون. انت النهاردة ندمان، سيدنا النبي بيقول الندم توبة. طب يعني ايه الندم توبة؟ مجرد ان انا بفتكر وابكي واتحسر على انني على اني ضيعت كتير من عمري ومن مالي في اي كلام زي ما المخدرات والكلام ده كله، ها، الندم توبة. والتوبة تجب ما قبلها. يعني ايه تجب ما قبلها؟ تمسح ما قبلها. النهاردة لو احنا عايزين نقف قدام ربنا، عليك بالمرة بقى بحق لا إله إلا الله وبحق تلك الدمعة التي نزلت من عيناك، عليك النهاردة وانت بتسمعني انك تعاهد ربنا على قوة الإرادة. صلي واشتغل وارجع تاني للمجتمع، وحاول انك انت تعمل كل حاجة تكفر بيها عن ذنوبك، وتقرب من ولادك، وتاخد بنتك تحت جناحك وتقول لها ان والدك مش هو الراجل اللي شفتيه في المحكمة ذليل ولا منكسر. لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على فكرة الخطأ امر وارد، وحاجة ما تستعرش منها انك اخطأت، لكن الخطيئة انك تستمر.
الخطيئة ان ما يبقاش عندك إرادة قوية. الدنيا بكل ما فيها لا تغنينا عن ان نطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى. عليك النهاردة انك تعاهد ربنا انك تمتنع عن التدخين، مش عشان حتى الفلوس، ها، عشان الصحة، عشان الأمانة، عشان النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى متعك بيها ورزقك الصح. تخيل يا جمال كم من أناس النهاردة، يمكن انت بتقدر تمشي وصحتك كويسة، شوف النهاردة في المجتمع اللي أعمى واللي أعرج واللي مريض واللي عنده مشاكل في صحته واللي عنده كذا، كلها ابتلاءات من الله. المؤمن الفطن، المؤمن الكيس، هو اللي يستفيد من اللحظة. النهاردة اللي بيكلمني ده راجل مؤمن وراجل موحد وراجل نادم على ما فرط في جنب الله. عليك بالتوبة وعليك بالإصرار، واوعى تقول لنفسك انا حد ضيعت خلاص، اللي ضاع ضاع.